لكم احنا المسلسل بعيلي، يمكن ما تيبان لكم كاين الطاجين، غادي يبان لكم بان اكله ديال الطاجين. بسم الله، مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا عدي القديد، من لا يعرف القديد، القديد هو اللي تنديروه اللحم وتنقطعوه رقيق وتنشمشوه بالعطريه ديالته وبالملح الزايده. من طبيعه الحال كلشي كيعرف كيفاش يصايب القديد، وكنت مكرمه وصايبته بوحدي. تصور القديد صايبته في فرنسا وكلشي تيضحك صراحه فاش قلتها لختي، تبقى تضحك عليا تقول لي وتقول لي هذه المراه المغربيه الاصيله. المهم كنحاولوا نديروا التقاليد ديالنا، هادشي اللي كاين. صايبت القديد هنايا، راه رطبته من بعد ما كتجبدوا من الكونجيلاتور، رطبته درته في الماء، رطبته غسلته مزيان من الغبره، وراكم عارفين فاش تكونوا ناشرينو عفوا خاصكم تغسلوه مزيان وترطبوه واحد الساعه تقريبا باش تحيد منه الملحه وداكشي، ومن بعد عاد تستعملوه. هنايا عدي العطريه ديالتي، عدي الملحه على حساب الذوق، نقص من الملحه بان راه القديد يكون فيه الملحه. هنا قزبر حبوب كنحفظو انايا في الماكله في في الطاجين ديالي او مع الكفته، ومع كيجي زوين بزاف. قزبر حبوب مطحون، هنا السكنجبير، هنايا الابزار، هنا الخرقوم البلدي، هنايا الخرقوم البلدي او الكركم، هنايا دايره شويه مرزيه ديال اللحم. المهم كنخدم بها في الطاجين ديالي، كتعجبني كتجي زوينه. هنايا البصله اللي عاد نشلضها، عدي الجزر او الخيزو مقطع بحال هكا، عدي اللوبيا. المهم عاد تستعمل الخضره اللي كتعجبكم في الطاجين ديالكم. عدي هنايا اللوبيا، راه كانت كونجيلي كتصايبها بيو واخدها من لاكويس. هنايا عدي بطاطا حلوه، هنايا عدي بطاطا عاديه، هنايا الزيتون طبيعه الحال من بعد ما غسلته، وهنايا الحامض او سيترون مصير، انا مصايبه بوحدي، حامض مصير كنصايبو بوحدي. هنا القزبر والمعدنوس مقطعاهم، وزيت الزيتون من طبيعه الحال ضروري تيكون في الاكلات ديالنا. انايا تنحفز زيت الزيتون هو اللي كندير به. عاد نقطعو بحال هكا شرائح البصله قطعه رقيقه من طبيعه الحال قفطان المغربي علاش لا. من بعد ما قطعت البصله ديالي عاد ندير القديد. المهم انا القديد راه ما تياكلوش ليا الدراري، غير انايا والزوج ديالي، غير بغيت نشاركو معكم وصافي. اليوم الحد وبغيت ندير شي اكله انايا والزوج ديالي، اما الدراري ضروري عاد ندير لهم شي ماكله اخرى، ندير لهم شي حاجه اخرى. بغيت نشاركو معكم. عاد ندير الجزر هنا في الجناب. هنايا حطيت الخضر ديالي على هذا الشكل، عاد نقطع البطاطا حتى هي، قطع البطاطا نحطها في الجوانب. حتى البنات شديت هنا واحد شويه الماء، وعاد نخوي فيه العطريه ديالتي بحال هكا باش نخلطها. هاد القضيه انا درتها حيت عندي القديد، اما لك اللحم والدجاج كندير طريقه اخرى، ما كنديرش بحال هكا. راه تقدروا ديروها حتى بحال هكا. انا الدجاج كنشدو وكندير فيه العطريه كلها بالثومه بكل شيء، راه الثومه راه فيه حتى الثومه البنات. بالنسبه علاش ما درتوش هنا، حيت انا كنرقدو كنرقدو حتى بشويه الثومه كنديرها في العطريه ديال القديد. ندير شويه الماء مازال، ناخذ الزيتون، ناخذ الزيتون، عاد ناخذ قزبر المعدنوس او ربع ديالنا ونديرهم من الفوق. من طبيعة الحال زيت الزيتون، الا كان القديد فيه الشحمه بزاف حاول ما ديرش الزيت بزاف. المهم ديروا على حساب القديد وصافي. وعاد نضيف ليه واحد كاس ديال الماء راه كما تيبان لكم، وعاد نخليه البوطه مهيله، الا كان فاخر من طبيعه الحال احسن. عاد نخليه على البوطه مهيله ونخليه يطيب على خاطرو، ومن بعد عاد تشوفوا النتيجه كيبان لكم. الطاجين زوين صراحه، تيجي لذيذ بزاف، واللي تيبغي القديد يحاول باش يديرها بطريقه، راه كتجي زوينه بزاف وطريقه سهله.
اللي ما تيبغيش راه بحال ولادي راه ما تيبغوش ليا انا ما تياكلوش. نتمنى لكم الخير والتوفيق، كل واحد عنده خيره في دارو، كل واحد عنده رزقه في دارو. ولكن بغيت نشارك معكم الطاجين ديالي ديال اليوم. كما تيبان لكم البنات هو الطاجين ديالنا، وجد كنرحب بالمتتبعين ديالي كاملين، مرحبا الف مرحبا. صراحه جات ونسوني راني وجدتو صافي ما عرفتش شكون عندي ياكل. المهم راجلي كياكلو، اما الدراري راه كما قلت لكم قبل راه ما تياكلوش. نتمنى لكم الخير والتوفيق. بغيت غير نشارك معكم شكون الله كفايت عليه البوطه، مازال كي شوفوا ما شاء الله، ولكن الرائحه غزاله ما شاء الله، ما شهيتكم فيها وكل بين طويجين ما شاء الله كيشهي. درت واحد الراس ديال الحار، ها هو كما تيبان لكم، هذا راه كنت مرقداه درته فوق. ايوا نتمنى لكم الخير والتوفيق. من بعد ما كيشرب مزيان كنخليته كيشرب، كما تيبان لكم كنخليته كيشرب، كيعجبني الطاجين يكون شرب من الماء ديالو. ايوا هذا هو الطاجين ديالنا، نتمنى لكم التوفيق. ما تنسونيش من لايكات ومن ابوني، ولاول مره كيدخل القناه يدق على الجرس باش يوصل الجديد. دائما معكم بالجديد باذن الله. الله يسهل علينا ويسهل عليكم ان شاء الله بالخير. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح. شهيه طيبه، مع السلامه، في امان الله.